عم التقرير ده كلام حلو ومهم بالمناسبة. طيب خلوني يعني عايزين نفهم أكتر على مسألة السودان، مسألة اللقاء اللي تم النهاردة ما بين السيد مالك عقار وفخامة الرئيس مع سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك سيادة السفير. يعني أنا مش قادر أفهم، هل الوضع في السودان يزداد تعقيدا ولا إنه التشابكات في إطارها إنها تذهب إلى حلول؟ لا شيء والله. الحقيقة إن الأوضاع في السودان بتسير في اتجاه أكثر تعقيدا، وفي نفس الوقت هناك تشابكات وتعقيدات في الموقف أو سواء السياسي أو العسكري. لا شك أن هناك فيما يتعلق الأوضاع في السودان تطورات على مسارات ثلاثة. المسار الأول هو المسار الإنساني، والذي نشاهد فيه هناك حالات من التدمير للمنشآت وأيضا المرافق والبنية التحتية، فضلا عن عمليات السلب والنهب، وبالتالي زيادة أعداد النازحين واللاجئين سواء داخل السودان أو خارج السودان بالنسبة للاجئين. ومصر الحقيقة بتتحمل في هذا الصدد عبء ضخم كبير فيما يتعلق بالمواطنين السودانيين الذين يلجؤون إليها، وما بعدد يتجاوز الآن 250,000، ومصر في هذا الصدد بتتحملهم سواء من الناحية المعيشية والأعباء المرتبطة بها، فضلا عن لابد أن يكون هناك إجراءات أمنية طبعا نتيجة لبعض الأمور التي جرت في السودان. وفي هذا في الإطار الثنائي، وأيضا بتحاول أن تدعم هذا الموقف الإنساني في بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن السوداني بالشأن الإنساني، وأيضا في إطار علاقات ثنائية مع بعض الدول المانحة أو المهتمة بالأوضاع الإنسانية. ومؤخرا تم التوافق على مؤتمر إنساني تشارك فيه مصر والسعودية وبعض الدول. أما فيما يتعلق بالموقف الخاص بالجانب الهدنة ووقف إطلاق النار، وهو أمر يشغل العالم في هذا الصدد، هناك محاولات كثيرة للتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، ولكن في جميع الحالات أو معظمها بيتم انتهاك الهدنة. وهذا الأمر في غاية الخطورة، لأن مصر تسعى وتدفع الجهود نحو وقف إطلاق نار شامل ودائم، وهذا أمر في الحقيقة بيحتاج إلى وجود مراقبة لوقف إطلاق النار، وضرورة خروج قوات الدعم السريع من داخل المدن والتوجه إلى خارجها حتى يكون هناك فرصة لاستئناف المسار الثالث، وهو الذي يجب أن يتوازى مع المسارين الآخرين فيما يتعلق بإجراء مفاوضات واجتماعات تكون شاملة للمكون المدني السوداني، تشارك في كافة القوى المدنية السودانية، وتشارك فيه أيضا الآليات بشكل شامل، بحيث الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي والإيجاد تنضم إليها الجامعة العربية، وأيضا آلية الدول التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات تنضم إليها مصر، وأيضا ربما بعض دول الجوار مثل جنوب السودان وتشاد وإن كان كليهما في الإيجاد. أعتقد إذا تم هذا التوافق سواء على المسار الثاني أو وقف إطلاق النار أو المسار في عملية سياسية، لو تم إمكانية أن تسير المسارات الثلاث في وقت متوازن أو متساوي متناغم، أعتقد هذا الأمر يدفع نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأوضاع في السودان. طيب، خاصة وأن مواقف الطرفين المتصارعين سبق وأن أعلن أنهما لن يكون لهما شأن داخل في الشأن السياسي، وأنهم يدعمان حكومة مدنية وأيضا إجراء انتخابات وصولا لنظام مدني ديمقراطي سليم. طيب، المخاوف الحالية هو أن يتدهور الأوضاع في السودان إلى فوضى. هناك ما يجري في دارفور، هناك ما يجري في بعض الأطراف، ربما هناك مناداة من جانب الأطراف وربما بدعم من بعض قوى محلية تتجه نحو الانفصال أو تقرير المصير، وهذا هو خطورة
ما تنتهي إليه الأوضاع في السودان لو صارت على هذا النحو. طيب سيادة السفير، يعني انطلاقا من الجملة الأخيرة، هناك حركات انفصالية، في هناك من يدعو إلى استقلال دارفور وانفصالها، وهناك أيضا في محافظة البحر الأحمر السودانية أطراف تدعو أيضا إلى استقلال هذه المنطقة اللي هي شرق السودان على الساحل الأحمر، أو على الأقل إعطائها حق الإدارة المحلية المستقلة وكأنها سلطة حكم ذاتي. ده للأسف الشديد موجود، وكان موجود من بعد الثورة السودانية في 2019 بشوية، ودي كانت دعوات موجودة. لكن السؤال، هل لا توجد أي قوة إقليمية أو دولية قادرة على إقناع الدعم السريع على الانسحاب من المدن والعودة إلى الثكنات أو التمركزات العسكرية بتاعتهم؟ دي هنا دول الإقناع. والسؤال اللي بعده، وألا توجد أي قوة أخرى قادرة على تشكيل ضغط على الدعم السريع إنه يعودوا إلى مناطق تمركزاتهم العسكرية؟ واقع الأمر، خلينا نتكلم بصراحة شديدة، هناك قوى إقليمية ودولية ربما من مصلحتها توجيه دعم للجانب الخاص بقوات الدعم السريع. من يستطيع الضغط؟ طبعا بعض الدول الإقليمية التي تسعى وتؤكد على ضرورة وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية، ومن بينهم وعلى رأسهم مصر، وهذا يلقى تقديرا واحتراما كبيرا من جانب الشعب السوداني ومن بعض القوى أيضا المحلية والدولية. ولكن للأسف الشديد الدعم السريع لديه ارتباطات عديدة مع قوى عديدة في المنطقة العربية والأفريقية وربما قوى دولية. لكن أنا أعتقد أن الضغط الرئيسي الذي يمكن أن يحقق نجاحا هو الشعب السوداني. الشعب السوداني بمكوناته، بثورته، بمبادئه، بأحزابه وقوى سياسية، إذا توافقت آراءه على الموقف الذي قامت به أجله الثورة، وهو التوجه والتوصل إلى توافق بين جميع القوى السياسية والتيارات السياسية المختلفة لدى الشعب السوداني، وهذا أمر ممكن وجائز. لكن للأسف الشديد ما زال بين المكون المدني انقسامات وتوجهات غير مواتية. أعتقد أن هذه رسالة يجب أن توجه للشعب السوداني، أنه هو المنقذ الوحيد ربما في هذا الموقف الخطير، بالتوصل إلى توافق فيما بين كافة أحزابه وطوائفه، مدعوما بالقوى المحلية التي تحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية، ومن بينهم وعلى رأسهم مصر. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق.